السلام عليكم اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين اليوم غادي نشوفوا الصفحه 157 من كتاب باسخيل فرونسي مستوى الثالثه اعدادي أه، نجاوبوا على الاسئله اللي متعلقه بالنص ديال لا ميستيريوز فيكتيم او ميزي بيغودين ولكن قبل ما نجاوبوا ندير لكم واحد التذكير بهذا النص القرائي اللي في الصفحه 156 لا ميستيريوز فيكتيم او ميزي بيغودين Après que le directeur du musée Bigoden m'eut averti vers minuit qu'un cadavre était dans son musée, je pris ma voiture et me dirigeai vers le bâtiment. Arrivé au musée, les gendarmes qui étaient déjà sur les lieux m'indiquèrent l'endroit où se trouvait le corps. Nous n'avons rien touché, Madame le Commissaire précisa l'un d'entre eux. Lorsque je me retrouvais en face du cadavre, je fus étonné de le trouver dans un des costumes qui étaient exposés derrière une grande vitrine. C'étaient des vêtements bigodens de deuil qui dataient environ de 1925. Le mort avait la peau pâle, les cheveux d'un blond centré, un long nez fin, ses yeux étaient ouverts et vides d'expression. Elle était vêtue d'un pull noir, d'une chemise blanche et d'un vieux pantalon. Plus surprenant, il était en chaussettes. La cause de son décès était encore un mystère pour moi. Il ne portait aucune trace apparente de coups, de, coup, de poignards ou de balles. Le médecin légiste fouilla ses poches et ne trouva qu'un papier avec un numéro de téléphone qu'il plaça dans un sac en plastique en vue d'une analyse plus approfondie. Pour l'instant, c'était notre seul indice. Peut-on envisager le suicide Questionna l'un de mes hommes. Si c'est un suicide ajouta aussitôt le légiste, c'est le plus étrange qu'il m'ait été donné de constater en 19 ans de carrière. Bientôt, les ambulanciers enfermèrent le cadavre dans un body bag et emmener le corps à la morgue où le médecin pourrait préparer un rapport détaillé sur le décès. Je vous donne à Subhamios Vahamsin pour confirmer... طون هيبوثيز باش تاكد الفرضيات ديالك اللي شفنا جاو درنا في الصفحه 156 قال كومبليت لو طابلو سويفون اتميم هذا الجدول الجدول شنو قال لك لو طون لو طون يعني الزمن ديال الحادثه ديال الواقعه هو فيغ مينو يعني قريب قريب منتصف الليل قلنا حوالي منتصف الليل لو ليو يعني المكان او مسرح الجريمه هو ميوزي بيغودين يعني متحف بيغودين لي بيرسوناج الشخصيات ديال اللي كاينه في هذا النص هو ديريكتور ديريكتور دو دي ميوزي يعني المدير ديال المتحف لي جوندارم الدركيين لو كادافر تاع الجثه كتعتبر حتى هي من الشخصيات لو كوميسير يعني المفوض المفوض ديال الشرطه لو ميديسان ديجيست يعني أه طبيبه شرعي لي يعني اصحاب سياره الاسعاف و لا ناراتريس يعني الراويه لو في الحدث هو لا مور ميستيريوز يعني الموت العجيب خامسا قال لك كيلي ليمون ميستيريو كي فا ديكلونشي لونكيت ياك يعني شنو هو العنصر العجيب اللي غادي يبدا لنا الاحداث او ما هو العنصر الغامض الذي سيطلق التحقيق يعني يبدا لنا التحقيق

كيضمن الحكي والسرد و... وفيه تا لا ديسكريبسيون كاين حتى الوصف هنا سي تيكست وفيه حتى لو ديالوغ فيه حتى الحوار سي تيكست هَنَاكَ كونتيان لا ناراسيون اي لا ديسكريبسيون هنا كدير فو لانه فيه لا ناراسيون لا ديسكريبسيون ديالوغ ولكن هو ما قالكش سولمون هنا قالك عا آه هذا المقطع راه كيضمن لا ناراسيون لا ديسكريبسيون يعني كيضمن السرد وكيضمن الوصف نعم ما قالكش سولمون قالك فقط نقوله فو خطا ماشي فقط ولكن هو قالك لك راه كاين فيه السرد وكاين فيه بحال شي واحد عندك ف... كتقول له شكون اللي كاين في 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 الدار كيقول لك كاين كاين ماما وخا كاين بابا راه ماشي كيتسمى الجواب خطا فهمت لا قال لك كاين غير ماما اللي خطا فهمت لا قال لك كاين ماما وبابا صحيح لا قال كاين بابا صحيح كاين ماما صحيح ولا قال لك كاين ماما وهو راه كاين تبابا كاين نعم ماما فقط تما خطا هنا قال لك كاينه لا ناراسيون نعم ديسكريبسيون صحيح كاين تاع لو ديالوغ ولكن ما قال لك سولمون واضح اذا ندوزو هنا سي قال لك سي تيكستري كونتي لا ناراسيون هذا المقتطف ولا هذا المقطع يتضمن السرد يعني الحكي تعاود والوصف اي لو ديالوغ والحوار نعم فيه ثلاثه الحكي الوصف والحوار لو ديالوغ نعم هنا سي كونتيان سولمون لا ديسكريبسيون خطا واش هاد المقطع فيه فقط الوصف خطا فيه هادو ثلاث واضح ندوزو ل ديفلوب اي جو ري يعني اطور واعيد الاستثمار انا قال لك جيستيفي تا ريبونس اون كومبليتون لو طابلو سي دوسو قال لك علل جوابك بإكمال بي الجدول التالي الجدول التالي قال لك لا اللي كاينه في النص لا <applause> ديسكريبسيون يعني سرد الحكي والوصف ثم الحوار هنا يقول الباساج يعني منين بادي بادي لا فيك تكمل كتكمل هنا لي طون دي فيرب يعني آه الازمنه ديال الفعل حنا كنعرفوا لا شنو الازمنه اللي كتكون فيها وكنعرفوا لا ديسكريبسيون شنو الازمنه اللي كتكون فيها واضح ولا فالور يعني القيمه ديال ديال هذاك الزمن واضح هنا آه لا فانور هي مثلا كيقول لك مثلا لام شنو القيمه ديالو وانا كنستعمله في السرد كنستعمله في, في في الحكي كنستعمله في الوصف و لو باسي سامبل كنستعملوه في السرد في في narration واضح نشوفو لي باساج يعني ملي كيبدا لنا الوصف كاين كاين السرد الحكي ملي كيبدا لنا كاين كاين بزاف ولكن حنا اخترنا هاد اربعه دو ا آه ابري كو تال لو ها واحده ديال لانغاسيون الحكي ثم وحدة من لو تال ميل ناف من 925 وهنا من لو ميديسان تال سولانديس ثم كاين من بيان تو تال سيغ هنا لي طون دو فيرب اللي كنستعملو هنايا في هاد لا استعملنا باسي سامبل و استعملنا لا فالور ديالهم يعني القيمة ديالهم هما أنهم كيعاودو لنا زاكسيون سوكسيسيف يعني واحد الأفعال اللي متتالية هذيك كيكون فيها باسي سامبل و أكسيون بريف كيكون فيها تا الباسي سامبل يعني أكسيون بريف يعني أحداث قصيرة يعني من كيتوصف لنا مثلا شي جريمه كتكون الاحداث متواليه ودغيا بزربة كتكون احداث قصيره دخلت لقيت الجثة مرميه عيطت في التليفون كذا مشينا هنا أه طلينا جسينا النبض ديال الجثه اذا كتكون الاحداث متو... صغير قصيره ومتتالية أه ومت... واحدة وحده مور وحده هنا ديسكريبسيون ديال دي دي الوصف كاين هذا الباساج هو دو لا من لا مور افي تال هانت افي شتي بارفي تال دو بال هذه كيتسمى فيها لا ديسكريبسيون الوصف وحنا استعملنا فيها لامبارفي

واضح لان كتبان بان بحال حقيقي كنهضروا على البريزون يعني بحال وقعت ولا لو باسي كومبوزي يعني الله هاد الازمنه مولفنها في شي حاجه اللي غيال كتعاود شي حكايه اللي واقعيه واضح ندوزو لجورتيان جورتيان شنو عندنا هنا قال لك كومبليت بار مولفن انا بين القاعده من خلال هاد الكلمات اللي كيعطو تصرحوا علينا هنا عندنا ديالوغ هو حوار ديسكريبسيون واس ناراتيون هي سرد او حكي البريزون الحاضر ثم لام بارفي <applause> يعني الغير الكامل بحال تسمي هذا زمان غير كامل باسي سامبل البسيط لي زوبجي الاشياء بيرسون الاشخاص ليو الاماكن لام بارفي الغير الكامل غيال اي فغي يعني الحقيقية والمحتملة فغي سومبلال ممكن توقع لزاكسيون الافعال او الاحداث بريزون هو الحاضر واضح هنا قالك دون في السرد ولا في الحكاية ولا في القصة اون جينيرال على العموم بشكل عام سواء هذه القصه ولا هذا الحكي ولا هذا السرد رومون روايه او نوفيل قصه قصيره اون اتيليز سوف نستعمل اما لا ناغاسيون الحكي السرد او لا ديسكريبسيون الوصف او لو ديالوغ الحوار بالنسبه لا لي فيرب كونجيغي الافعال المصرفه او باسي سامبل يعني في الماضي البسيط اي ألم ان امبارفي وفي الغير الكامل اسيغ لا ناغاسيون يعني اسيغ يعني كيحقوا لنا ديك السرد

معلومات حول الاشخاص لي بيرسون حول الاشخاص لي زوبجي الاشياء والاماكن واضح هذه بالنسبه للوصف لو ديالوغ يعني, الحوار قالك لي فيرب كونجيغي بريزون الافعال المصرفه في الحاضر انتروديز لو ديالوغ اي روند يعني كتبدا لنا الحوار introduise تقديم للحوار وتحاول ان تدخلنا في ان تجعل القصه حقيقيه او ممكنه التحقق يعني محتملة التحقق وهذه الصفحه 157 منها الى اللقاء